اوكي، انا اول حركه هبتدي بيها هي الدبل تشين. للناس اللي عندها دبل تشين هنشيل احنا هنعمل معاكي الكولر ده التمرين فول. اسمه ايه يا علاء؟ لا، هو التمارين ملهاش اسامي، ملهاش اسامي، كلها عامه. طب لايه؟ للدبل تشين. للغم للدبل تشين وللجو لاين، للناس اللي عايزه تحدد منطقه تحدد الدقن. اوكي كده، وهنرفع راسنا لفوق وهنحاول نجيب دقننا قدام، يعني كده نحس بشده في المنطقه دي، يعني نحس بشده في المنطقه دي قوي. انت بتعدي، قولي لنا بتعدي قد ايه؟ 10. 10 عدات. لا لازم تصمد. ما انا ال 10 بعمل 10 بس انا اللي عادي. طب يلا. طب انا عايزه اسالك، عشان الشيف حسن كان قال لنا ان عنده كان عنده الام في الرقبه، هل الحركه دي فيها مشكله لالام الرقبه؟ يعني انت ما فيهاش مشكله لالام الرقبه، بس في حركات ثانيه في الفيس يوجا للناس اللي عندها الام في الرقبه بتنفع. يعني مش اي حركه ينفع تتعمل لان في ممكن مشكله في الرقبه. بالظبط، لو في مشكله في الرقبه يبقى طبعا لا، لازم اول نرجع للدكتور قبل ما نعمل الحركه. تمام. لا نكمل، يلا انا عديت 10. انت مشكله الرقبه؟ لا ما تقلقيش. لا عنده مشكله في الرقبه، ما تقلقيش. طيب هنجيب دقننا قدام. صح، يعني بنعملها صح؟ ارفعي راسك، ايوه، وهاتي دقنك قدام كده. تمام، الدقن نفسها. الدقن نفسها بالظبط، ما هي عشان كده هي للجو. بس انا الحته اللي شاده عندي هنا. ايوه، ما هي بالظبط. صح. لا انا هفضل كده كتير ولا لا؟ إيه؟ خلاص انت ريليز. تمام تمام، انا كده تمام. بس طبعا مع التنفس الصح هنتنفس، المفروض من مناخيرنا هنقين هير ونطلعه من بقنا بالراحه. لا، شهيق وزفان. نكسيل برضه من مناخيرنا برضه. بالظبط. طيب دي فايدتها جوه، يعني داخليه ان انا بشيل الدهون اللي في اللوند، ولا هي ولا للجلد اللي ورا؟ لا هقول لك، هفهمك. هو الفيس يوجا احنا بنشتغل على الماسلز اللي هي ما بتشتغلش، العضله نفسها. وبنريح الماسل، العضلات اللي هي بتشتغل قوي. ففي عندنا عضلات في وشنا، احنا وشنا فيه اكتر من 50 ماسلز او اكتر من 50 عضله. تمام. ففي عضلات بتشتغل بزياده وفي عضلات تانية مش بتشتغل خالص. فاحنا العضله دي من العضلات اللي هي مش بتشتغل خالص، ومع الوقت واحنا بنبص على طول الموبايل طبعا طبعا بتنزل. فدي بتعمل ليفتنج وبتعمل اكتيفيشن للماسل دي، بترفعها. طب ادينا تمرين تاني. لا قبل ما تدي تمرين تاني، لو في عضله عطلانه اشغلها ازاي؟ ايه العضله العطلانه؟ مثلا بتبقى في العصب الخامس والسابع ده. لا، لو حاجه ميديكال قوي انا مش هقدر ان انا اقول فيها. هي بتقول لك تجميليا يعني. هي العصب لما بيبقى فيه لطش برد او حاجه طبعا الوش بيحصل فيه عوجه خفيفه، بس طبعا من الناحيه الطبيه افضل من الطبيب، يعني بالظبط. بالظبط.